تحياتي، أنا عمر سعيد عم بتحدث لكم اليوم من خلال قناة سوق الملح عبر اليوتيوب، وموضوع لقائنا اليوم هو العدالة كقيمة بحياتنا من أسمى القيم. لأني لاحظت بالفترة الأخيرة أنه في كتير مجتمعات بدأت تنزل على الشارع للطالب بحقوقها، وهالسبب مؤشر كبير أنه في غياب العدالة الاجتماعية على مستوى العالم، وبالأخص على مستوى بلدنا بلبنان. ولكن أنا بدي أتحدث عن العدالة الاجتماعية من زاوية أخرى، من زاوية فردية، لأنه بالنسبة لي أنا العدالة الاجتماعية هي منهج فكري، وهي قيمة سامية أتحلى فيها، وهي أيضا سلوك بترجم المنهج الفكري وبترجم قناعتي بأنها قيمة. وهذا السلوك بيتجلى فينا من خلال ممارسات بسيطة. يعني أنا ما بصير يكون عندي منهج فكري تجاه العدالة الاجتماعية، أو أن العدالة الاجتماعية عندي هي قيمة سامية، وبنفس الوقت أتعدى على المال العام وعلى الأملاك العامة والأماكن العامة المشتركة بيني وبين أبناء وطني، مثل الكهرباء، مثل المي، مثل الهاتف، مثل الأملاك العامة، الأراضي اللي بنسميها مشاع. أيضا ما بيصير أنا يكون عندي دوافع دينية وطائفية تخليني أفكر أنه العدالة الاجتماعية يجب أن تكون فقط لأبناء ديني أو أبناء طائفتي. فمثلا ما بيصير أنا أكون مسلم سني وأرضى بأنه تهضم حقوق الشيعي لحسابي أنا، أو تهضم حقوق الماروني لحسابي أنا، أو تهضم حقوق الدرزي لحسابي أنا، أو تهضم حقوق الروم أو الكاثوليك أو الأرثوذكس أو حتى الملاحدة أو العلمانيين أو أي فئة من مكونات هذا المجتمع لصالح طائفتي أو لصالح مذهبي أو لصالح ديانتي. لأنه زعيمي عم يستغل هذه الزاوية حتى لي يوظفني أنا بشكل بشع، واسمحوا لي لو سميتها، حتى لي أتحول أنا أصبح أشبه بالكلب الذي ينبح لصالحه هو، حتى لي هو يحصل على مكتسبات سياسية وحقوق سياسية زيادة لصالحه هو، ويرمي إلي أنا كإنسان طائفي بالفتات. لا، أنا مؤمن أن دولة المواطن الصحيحة بتقوم على العدالة الاجتماعية اللي ترتكز على أنه هي منهج فكري وهي قيمة سامية أتحلى فيها أنا كفرد، وأطبقها سلوكا كمواطن بالشارع، بالبيت، مع خيي، مع جاري، مع الكنيسة، مع المسجد، مع الملك العام، مع أي مكان بيقدم خدمة للناس. إذا عجبكم هذا المقطع بإمكانكم تعملوا مشاركة من خلال الروابط اللي راح تشوفوها بأسفل الفيديو، رابط القناة ورابط الفيسبوك. بشكركم كثير، تحياتي.